ازيكم يا أبطال، أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. النهاردة يا ولاد هنكمل مع بعض منهج كامبريدج، الفصل الدراسي الثاني الصف الثامن. إحنا مع بعضينا بندرس الوحدة الأولى في الترم الثاني، نسميها الجهاز الدوري. النهاردة هندرس درس القلب، الدرس الثاني. معكم مستر وجيه المصري، سينيور تيتشر إيه أوفيلر. احنا مع بعضينا شوية خطوة خطوة بنحاول نشرح منهج كامبري مادة العلوم. خطوة خطوة معانا كتاب الطالب، الفصل الدراسي الثاني. أهلا وسهلا بيكم. درسنا المرة اللي فاتت يا أولاد، بدأنا الوحدة ودرسنا الجهاز الدوري للإنسان. كده هنشرح على الجهاز الدوري للإنسان، يبقى النهاردة هناخد درس القلب. تمام، أوكي. درسنا المرة اللي فاتت الشغل ده، ودرسنا إن الجهاز الدوري يتكون من القلب والدم والأوعية الدموية، وعرفنا إن الدم يتدفق من القلب داخل الشرايين، يعني من القلب في شريان هيطلع الدم من الشريان، أوكي، ويعود الدم إلى القلب داخل الأوردة، وده اللي هندرسه بالتفصيل النهاردة، تمام، وعرفنا إن الأكسجين بينتشر إلى الدم عند مرور عبر الرئتين، ويتحرر الأكسجين من الدم إلى الأنسجة عند مروره في باقي أجزاء الجسم. تمام؟ هندرس كام؟ طب بالتفصيل، درس القلب، درس النهاردة، درس حلو خالص ومهم. جميل درس القلب يا أولاد؟ يلا بينا نعرف مكان القلب. احنا لو هنا مكتوب لو أزيلت الرئة والضلوع يظهر القلب. آتي يا شباب القلب. الرئتين بتبقى مغطية على القلب، والقفص الصدري مغطي على القلب والرئتين. مغطي ليه القفص الصدري؟ عشان يحميه، سبحان الله. وده شكل القلب، وهنتكلم ان هو بيتكون من غرف، تمام، غرف علوية وغرف سفلية. الغرفة العلوية أهي والغرفة السفلية أهي. هو أصلا القلب بيتكون من جنبين، جنب أيسر وجنب أيمن. فين الأيمن يا مستر؟ هو ده يا مستر. كيف؟ فالأيسر؟ لا، ده الجنب الأيمن. اعكس إيه؟ اعكس إيدك. لو إيدك أنت القلم مثلا، أنت هتكتب على الجنب الأيسر ده، هتكتب إيدك اليمين، صح؟ اعكسها تبقى الجنب الأيسر. تمام؟ تمام، يعني معكوس. ايوه معكوس، تمام. بالنسبه للوريد القادم من الرئتين اهو، ده وريد وده وريد، وهنا في وريد وهنا في وريد، في اسمها اورده. الدم هيجي من الرئتين محمل بالاكسجين، عشان كده بيبقى لونه احمر. تمام، طيب الشريان اللي رايح للرئه، الشريان اللي رايح للرئه بيبقى جاي من البطين، يعني من الحجرة اللي من تحت هنا اهو، هتطلع على شريان الرئة. شريان الرئة هاتي فتحة وهاتي فتحة، اصلا احنا عندنا رئتين، تمام، ولونهم ازرق. لونهم ايه؟ ازرق. ايوه لونهم ازرق. ليه؟ ان هو هياخد الدم اللي فيه ثاني اكسيد كربون يوديه للرئة ويطلع في عملية الزفير. اما الوريد هيجيب الدم من الرئتين. الدم هيجي من الرئتين محمل بالأكسجين، عشان كده لونه أحمر. يبقى خلي بالكم في ملحوظة مهمة، كل الأوردة تحمل دم غير مؤكسج، يعني ما فيهوش أكسجين، ما عدا الوريد. ايوه سامعك، الرئوي. الوريد الرئوي فيه دم مؤكسج، فده يبقى لونه احمر. لونه ايه؟ احمر. طيب في ملحوظه تاني، كل الشرايين الدم هيطلع من القلب عن طريق الشرايين، كل الشرايين تحمل دم مؤكسج، يعني دم مختلط بالاكسجين، ما عدا هقول الوريد، ما عدا الشريان، أنا آسف، ما عدا الشريان
الرئوي. الشريان الرئوي يا ولاد بيحمل دم ما فيهوش اكسجين، فيه ثاني اكسيد كربون. شريان الرئوي اهو، ده شريان رئوي، ده شريان ايه؟ رئوي يا ولاد. اتمنى حضرتك تبقى مركز في الحته دي وتفهمها اكتر لما نتكلم في الدرس ونشوف فيديو تعليم. يبقى هنا ممكن يجي ايه؟ اكمل، خلي بالك يجي اكمل الشغل ده كله. تمام، رقم واحد، نرجع خطوة. واحد عبارة عن الشريان، الشريان المتجه إلى باقي أجزاء الجسم ونسميه شريان الأورطي. تمام. طب رقم اتنين، رقم اتنين يا مستر، ده الوريد الرئوي. طب رقم تلاتة، ده الشريان الرئوي. تمام. طب رقم أربعة، رقم أربعة يا ولاد عبارة عن إيه؟ عبارة عن، نشوف مع بعض، أربعة توريد قادم من الجسم. طب الوريد القادم من الجسم ده يحمل دم إيه؟ مفهوش أكسجين، أيوة، جاي من كل خلايا الجسم. يبقى هنا ها الدم اللي هيخش في هيدخل في الغرفة اللي أنا بشاور عليها دي، دم غير مؤكسج، إنه داخل من الوريد القادم من إيه؟ من الجسم. تمام. طب رقم خمسة، رقم خمسة الصمام. الصمام بيبقى بين الغرفة العلوية والغرفة السفلية فتحة، اللي هي بيدخل منها مين؟ بيدخل منها الدم. تمام. رقم ستة صمام برضه. رقم سبعة غرفة علوية. رقم ثمانية الغرفة السفلية. رقم تسعة، تعال نشوف هو بيشاور على ايه يا ولاد، بيشاور على الجنب الأيسر. تمام، رقم تسعة هنا اهو بيشاور على الجنب الأيسر اهو، اوكي. طب ورقم عشرة الجنب الأيمن. طب يا مستر اللي لونه أزرق نقول دم غير مؤكسج، اللي لونه أحمر دم مؤكسج. نقول تاني مع بعض، نركز على الرسمة. أول حاجة كانت الشريان المتجه إلى باقي الجسم بنسميه شريان الأورطي. طب يحمل دم فيه أكسجين لكل الخلايا في الجسم. رقم اتنين، لا رقم اتنين توريد، بيحمل دم مؤكسج عشان لونه أحمر. طب مين اللي الوريد الوحيد اللي بيحمل دم مؤكسج؟ هقول الوريد الرئوي. رقم ثلاثة، نحفظ مع بعض، أيوة سامعة، ده الشريان الرئوي اللي رايح للرئة يودي لها دم فيه ثاني أكسيد كربون. تمام. رقم أربعة، لا توريد، بيفتح في الغرفة الأولى أهو، أيوة في الغرفة اللي هي اليمنى. تمام، الغرفة العلوية. رقم سبعة دي غرفة علوية. طب الرقم أربعة ده الوريد اللي هيجيب الدم للغرفة العلوية اللي هي رقم سبعة، اسمه وريد إيه؟ رئوي. يبقى محمل بسي أو تو. تمام. بين الغرفة اللي فوق والغرفة اللي تحت، يعني بين سبعة وثمانية، ثمانية غرفة سفلية، سفلى، بيبقى فيه صمام. تمام. رقم خمسة، بين الغرفة اللي فوق والغرفة اللي تحت، برضو صمام. رقم تسعة، جانب أيسر. الجانب إيه؟ الأيسر، عكس القلم أنا بكتب بيت اليمين، بس هكتب الجانب الأيسر هو رقم تسعة. تمام. رقم عشرة، الجانب الأيمن. رقم 11، دم غير مؤكسج. رقم 12، تم به أكسجين يبقى تم مؤكسج. تمام، أوكي. وبكده يا ولاد يبقى ملخص الدرس، يتكون القلب من عضلة تنقبض وتنبسط.
بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. ممكن التلخيص نطلع منه أسئلة: يتكون القلب من عضلة، نقط ونقط لضخ الدم، يبقى هنقول تنقبض وتنبسط. ممكن أقول اذكر السبب العلمي: يتكون القلب من عضلة، تنقبض وتنبسط. هقول الإجابة: لضخ الدم في جميع أجزاء الجسم. نحفظ السؤال ده، سؤال مهم خالص. يجي أكمل ويجي إيه؟ علل علل علل، عللي عللي، حسب السؤال وإحنا هنجاوب. طيب، يحتوي القلب على نقط، أكمل على صمامات. علل، يحتوي القلب على صمامات، تقول لي جعل الدم يتدفق في الاتجاه الصحيح. لو قلت لي جعل، اللام هنا يا ولاد لام ايه؟ لام حرف جر ولا لام التعليل؟ سامعك بتقول ايوه، في لام التعليل، عشان كده السؤال ممكن ينفع سؤال علم. انت وبتقرا اي حاجه طلعها على هيئه اسئله، اعمل عليها اسئله. تمام، وبكده يا ولاد نكون نهينا الدرس، ولكن تعال نشوف الفيديو الجميل، الفيديو التعليمي الحلو ده، وبعد كده هنبدأ نحل أسئلة مهمة من امتحانات السنوات السابقة. لقد تعبت كثيرا من القفز، إن قلبي يدق بسرعة. هل تسمعون هذا يا أصدقائي؟ هل سبق أن تساءلتم كيف يعمل قلب الإنسان؟ هيا لنكتشف ذلك سويا. هنكتشف بعدها سويا يا ولاد. القلب يا حبايب، القلب يقع في وسط القفص الصدري ويميل قليلا لجهة اليسار. طبعا احنا شايفين مسارات الدم. له وظيفة مهمة القلب، ايه هي؟ هي ضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم، وذلك ليستطيع البقاء على قيد الحياة. مين اللي يستطيع البقاء؟ الانسان طبعا. قلب الانسان يتكون من 4 غرف: غرفتان علويتان نسميهم الأذينان، وغرفتان سفليتان نسميها البطينان. يبقى كده اهو يا ولاد، هنلاحظ ان الجنب الايمن هو ده والجنب الايسر هو ده. يبقى انا عندي اذين ايسر، بطين ايسر، اذين ايمن، بطين ايمن. وهنا هو نلاحظ ايه يا ولاد؟ هنلاحظ الصمامات. خلي بالك من الصمام هنا والصمام هنا، وبيفتح ويقفل بطريقة تلقائية لا إرادية لضخ الدم من الأذينين إلى البطينين وليس العكس. أوكي؟ أوكي، لسه مكملين برضه يا حبايب؟ يلا بي. هنشوف القلب. فتحنا القلب وشفنا اللي هو بيتكون من كام غرفة؟ 4 غرف. نقول مع بعض: الأذين الأيسر، الأذين الأيمن، البطين الأيسر، البطين الأيمن. لازم أبقى حافظ مكانه. الرحلة تبدأ من الأذين الأيمن. الأذين الأيمن اللي هو ده، شايف أهو، بيحمل دم مفهوش أكسجين، دم فيه ثاني أكسيد الكربون. جاي من مين؟ جاي من الوريد اللي جاي من الجسم. ده صمام ثلاثي، خلي بالك نسميه صمام ثلاثي. وبيبدأ يطلع الدم، بعد كده يخش يدخل هنا، بعد كده يطلع من الشريان، الشريان الرئوي، يروح للرئة. لما يروح للرئة يا ولاد بيديها ثاني أكسيد كربون، تروح الرئة ترجع الدم عن طريق الشريان، عن طريق الوريد الرئوي الأوردة. تيجي في الغرفة اللي هي دي، اللي هو الأذين الأيسر، يفتح الصمام ينزل لتحت، تحت في البطين الأيمن. البطين الأيمن يدي الدم اللي فيه أكسجين بقى، توديه فين؟ توديه في كل الجسم. نسمعها حبة، نسمعها تاني، نركز أهو. يبدأ الدم من إيه؟ من الأذين الأيسر. في الرحلة دي مهم
الأذين الأيمن، ثم ينتقل عبر صمام يسمى الصمام الثلاثي إلى البطين الأيمن. يقوم البطين الأيمن بضخ الدم عبر الشريان الرئوي ليذهب إلى الرئتين، وهناك يحمل الدم الأكسجين من الرئتين، ثم ينتقل إلى الأذين الأيسر عن طريق الأوردة الرئوية. يبقى كده هينتقل عبر الأوردة إيه يا ولاد؟ الرئوية. ينتقل عبر إيه؟ الأوردة الرئوية. الأيمن، حيث يدخل الدم الذي الرئتين، وهناك يحمل الدم الأكسجين من الرئتين، ثم ينتقل الرئة يا ولاد بتبقى زي إيه؟ الفشة، بتبقى فيها أكياس هوائية، بيبقى حوالين الأكياس الهوائية الشعيرات الدموية اللي بتاخد الأكسجين من الرئة وتروح للوريد الرئوي. الوريد الرئوي هينتقل يفتح هنا في الغرفة دي، الغرفة دي بنسميها الأذين الأيسر. تمام، أوكي. وبعدين وبعدين هنسمع مع بعضين، يلا. يحمل الدم الأكسجين من الرئتين، ثم ينتقل إلى الأذين الأيسر عن طريق الأوردة الرئوية، وبعدها ينتقل الدم إلى البطين الأيسر عن طريق الصمام الثنائي، ثم ينتقل من البطين الأيسر إلى بقية أجزاء الجسم. هذه رحلة طويلة، أليس كذلك؟ هل تعلمون أصدقائي أن قلب الإنسان يضخ ما يقارب 2000 جالون من الدم كل يوم؟ وهل تعلمون أن قلب الإنسان ينبض 100,000 مرة تقريبا في اليوم، وما يقارب 35 مليون نبضة في السنة؟ حان الوقت لسؤال اليوم، من أي جزء في القلب يتم ضخ الدم الغير محمل بالأكسجين إلى الرئة؟ اكتبوا لي إجاباتكم في التعليقات في الأسفل، نرجو أن تكون يبقى في أي جزء من القلب يتم ضخ الدم الغير محمل بالأكسجين؟ يتم ضخ الدم الغير محمل بالأكسجين. تعالى نشوف الشكل. هنا هو، هنا في دم هيجي غير مؤثر يدخل للأوضة اللي من تحت اللي هي البطين الأيمن، بيضخ الدم هنا اهو إلى الرئة عن طريق هذا المكان. المكان ده نسميه البطين الأيمن. أيوه الأيمن، برافو. الضخ يروح لمين؟ للشريان الرئوي اللي احنا بدأنا بيه. ده خلاصة الفيديو، وبكده نبدأ في أسئلة الامتحانات السابقة. معاكم مستر وجيه المصري سينيور تيتشر إيه أوف. أول سؤال بيقول استعن بالشكل المقابل للإجابة على المفردات التالية. الشكل المقابل يوضح حجرات القلب، أي الأجزاء تستقبل الدم من الرئتين؟ أكيد الحجرتين اللي من لا أكيد الحجرة دي هي اللي بتستقبل. لا، الحجرتين يا ولاد هي اللي هتستقبل الأذين. ده الأذين اللي هي الحجرة العلوية، واللي جاي من الرئة يبقى هنا جاي عن طريق الوريد الرئوي أهو، ده الوريد الرئوي. يبقى ده رقم سين. سين نسميها الأذين الأيسر. نعم، يبقى الإجابة سين اهي، برافو. الإجابة سين. طب بيقول سمي الأجزاء صوت وعين. الإجابة صوت يا ولاد، أذين أيمن وفي وعين، عين تحت، البطينين عين ولام، البطينين عين بقى البطين الايه الأيسر، عكس الألم اللي في إيديك، اعكس. تمام، حدد اتجاه مرور الدم في حجرات القلب اليمنى. في حجرات القلب اليمنى يبقى من صاد الى لام، من صاد الى ايه لام، ده الجزء القلب اليمنى اهو، وهيجي الدم من اعلى الى اسفل وليس العكس، وعشان كده في صمام يتحكم. عشان كده جه سؤال، ما الجزء الذي يتحكم في حركة الدم بين الحجرات؟
هقول الصمام. طب لما يقول لي اشرح مسار الدم في من الجزء ص حتى يصل الى الجزء س، ده اللي احنا شفناه في الفيديو، يدخل الدم من غير مؤكسج الى القلب الى الاذين الايمن ص، ثم ينتقل الى البطين الايمن لام عن طريق الصمام. هيندفع الدم، هيضخ الدم الى الشريان الرئوي، اهو ده اسمه شريان رئوي، جاي من تحت هنا اهو، هنا الصمام هيقفل، فما فيش مكان غير ان يطلع الدم من ايه، من الشريان، يطلع من فوق هنا شريان الرئوي، الذي يدخل الى الرئتين ليعاد اكسجة الدم مرة اخرى، ويدخل الى الاذين الايسر سين. يدخل الى الاذين الايسر سين بقى، هيلف بقى ان راح دم ما فيهوش اكسجين هيروح للرئه، تمام. الدم هيحصل تبادل غازات في الاكياس الهوائيه بتاعه الرئه، فهتاخد اكسجين الشعيرات الدمويه توديه للوريد الرئوي، الوريد الرئوي يودي الدم لمين، للغرفه اللي هي دي سين، وهكذا. يبقى هنا الغرفه سين، وصل لسين، تمام يا مستر، توصل تم ايه، في اكسجين. اوكي، هنا بيسأل سؤال، ضع علامة صح أمام كل عبارة بما يناسبها. نوع الدم في الأذين الأيسر مؤكسج. الإجابة هنا يا ولاد لازم نبقى حافظين الحاجات دي. أنت عندك هنا الأذين الأيسر، الأذين الأيسر اللي هو هنا، تمام، الأذين الأيسر هنا أهو، ده اسمه الأذين الأيسر، بص للصورة، بيجي دم فيه أكسجين، صح، تمام، عن طريق الوريد الرئوي، والوريد الرئوي هو الوريد الوحيد اللي فيه دم مؤكسج. طب الحجرة التي تستقبل الدم الغير مؤكسج، البطين الأيمن، طبعا غلط، الحجرة اللي تستقبل الدم الغير مؤكسج هي الغرفة دي، هي اللي بتستقبل الأذين، بس الأذين إيه؟ الأيمن وليس البطين الأيمن، عشان كده باجي عند الخطأ أكتب أعلم عليه. الأذينان يستقبلان الدم، صح. يوجد الصمام الهلالي بين الأذين والبطين، لا، أنا عندي صمام ثنائي وصمام ثلاثي، إنما صمام هلالي لا. طيب البطينان يضخان الدم، أيوه، يبقى إيه وظيفة البطينان؟ الحاجتين من تحت، إن القلب يبدأ يضخ الدم، واحد هيطلع الدم من هنا أهو، من الشريان الأبهر أو بنسميه الأورت، تمام، وواحد تاني البطين هنا الأيمن هيضخ الدم يوديه ليه؟ للشريان، ايوه سامعك، للشريان اللي هو ده الشريان الرئوي، شايفه اهو. يبقى مين هيضخ الدم؟ البطينان. نوع الدم في الاذين الايمن مؤكسج، الاذين الايمن اللي هو ده، لا، دم غير مؤكسج، هنا الاذين الايمن بيستقبل الدم من الجسم كله، مليان بثاني اكسيد الكربون. البطين الايسر اكثر سمكا من البطين الايمن، هو الأيسر، هو ده الأيسر، هو ده، فالبطين ده هيودي الدم لكل الجسم اللي هو عن طريق الشريان الأبهر أو الشريان الأورتي، تمام. يبقى إجابتك صح، كل المعلومات دي لازم تبقى حافظها وتبقى فاهمها في الأصل. الفهم يا أولاد أعلى مراتب الفهم، الحفظ أعلى مراتب الفهم، فأنت لما تفهم كويس هتوصل للحفظ، فلازم تفهم في الأمر. دلوقتي يا أولاد بنقول أي الأجزاء المقابلة تدفع الدم باتجاه الشريان الرئوي؟ أكيد الحجرتين اللي تحت، لا عين لا لام، عايز شريان رئوي، يبقى على جنب ده، يبقى مين؟ طب يبقى لام يا مس، على الإجابة لام. طب فسر، يكون جدار الجزء عين أكثر سمكا من جدار الجزء لام، من غير ما أبص على عين اللي هي دي، تمام، انا عارف ان الجدار السميك هيبقى موجود فين يا مستر، هيبقى موجود في المكان اللي هيضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم، يبقى هنا لان الجذعين فالبطين الايسر يقوم بضخ الدم تحت ضغط مرتفع عبر الشريان الابهر او شريان الاورطي، والذي بدوره ينقل الدم الى جميع اجزاء الجسم. بس كده، كفايه كده، انما هبدا اقول البطين الايمن يضخ الدم الى الشريان الرئوي،
ثم الى الرئتين القريبه جدا من القلب. مش محتاج اللي هو حاجه سميكه، تمام، حلو اللي احنا نبقى فاهمين، بس خير الكلام ما قل ودل. اوكي، السؤال هنا بيقول اذا كان لديك قطره دم محمله باكسجين، اختر الرقم المناسب لمكان دخولها القلب في الشكل المقابل. ما الذي سيحدث في حاله عدم وجود الجزء المشار اليه بالرقم خايف؟ رقم خايف طبعا، رقم خايف تقسيمه، والمكان المناسب هنا اهو هو رقم واحد، اللي هي الدم اللي هيجي فيه دم فيه اكسجين هو الغرفه دي، الغرفه الاولى الوزين الايسر يا ولاد، هو بيستقبل دم جاي من الرئه عن طريق الوريد الرئوي، تمام. لو ما فيش الجزء خمسة الدم هيرجع من البطين لايه، من البطين لايه، للاذن، من البطين لايه، للاذن، فهنا سوف يرجع الدم مره اخرى الى البطين. اوكي، الى البطين وخلاص، هنا بس خمسه، خمسه محدد في الجنب ده، فالبطين هيرجع الدم لايه، البطين الايسر هيرجع الدم للاذين ايه، تمام. اوكي، بس خلي بالك رقم خمسه هنا موجود في الشريان، موجود في ايه، في الشريان، تمام، وتم نسميه الصمام الهلالي، هو رقم خمسة ده، تمام يا باشا. قام طالب بتجربة يقيس بها معدل ضربات القلب أثناء قيامه بأنشطة حياتية مختلفة، وقام تسجيلها في الجدول التالي. استنتج معدل ضربات القلب لهذا الطالب أثناء ركوب قدر الرجل. أنا قاعد قدام التلفاز، كان معدل ضربات القلب يا ولاد 75، وأنا وبمشي على الأقدام مشي كانت 90 دقة في الدقيقة. طب لما أركب الدراجة، عارف سباق العجل، سباق الدراجات، يبقى أنت هنا أكيد دقات القلب، معدل ضربات القلب مالها هتبقى أزيد، أزيد من 75 ولا من 90؟ طبعا أزيد من 90. أوكي، يبقى سوف يكون أكبر من 90 نبضة بالدقيقة، دقة نبضة ضربة في الدقيقة. بعد كده حبايب في سؤال هنا هو بيقول أي مما يلي يوضح المسار الصحيح لضخ الدم من القلب إلى الرئتين؟ طبعا سؤال عايز تركيز خالص، فعشان كده هنحاول إن إحنا نرسم القلب، نعلمكم طريقة الرسم. طريقة الرسم إحنا بنرسم بالشكل ده، ونعمل الغرفة اللي فوق والغرفة اللي تحت، الغرفة اللي فوق والغرفة اللي تحت بالشكل ده، ونبدأ نعمل الأوعية الدموية المرتبطة بالقلب، يعني نرسم الشرايين والأوردة، تمام. هنا يا ولاد هعمل كده أهو، هعمل ثلاثة بالشكل ده، ثلاث أجزاء بالشكل ده، لازم ثلاثة، بحيث نعمل أربع أوردة رئوية يا حبيبي، يا وحش شايفين الدم هيجي هنا فيه أكسجين، هيدخل الدم من الصمام هذا، وهنا تلبطين هيبدأ الدم يطلع من شريان الأورط بالشكل ده، يبقى هيطلع يدخل كده ويطلع كده اهو من شريان الأورط. ده ادي اول حاجه لازم تبقى عارف، تمام يا مستر. ده عباره عن اذين وتحت بطين، طبعا في الجنب الجانب ايه، الايسر والايمن، هقول الايسر، ايوه برافو، عكس عكس البطين الايسر. الناحية التانية أنا هعمل الشكل ده، بص هعمل به لوحده، يبقى أنا عملت هنا أهو كده أهو، تمام، والدم هيجي من الجسم من الوريد ده، يبقى هنا فيه ثاني أكسيد كربون، يبقى تم مفهوش أكسجين، تم مفهوش أكسجين، هيدخل على البطين الأيمن
يبقى هو جه من البطين الأيمن، من الأذين الأيمن أقصد إلى البطين الأيمن، وهيطلع كده أهو. ملت حبايبي أبناء الطلبة، هيطلع من هنا عن طريق الشريان الرئوي. أولادي بناتي ركزوا معايا حبايبي. طيب هنشوف دلوقتي احنا اي مسار بقى لضخ الدم. نعمل هايلايت نركز مع بعض. هي الاجابه هتبقى الاجابه الاخيره اذين ايمن. نمسك في الاذين الايمن نشاور عليه حبايب. اذين ايمن اهو، ايوه بالدم هيدخل دم غير مؤكسجي. تمام اذين ايمن، بعد كده يكمل على البطين الايمن، ايوه يدخل هنا اهو، بعد كده يطلع على الشريان الرئوي. يطلع على الشريان ايه؟ الرئوي. ايوه تمام كده اهو. اصلك هو اي السؤال بيقول اي مما يلي يوضح المسار الصحيح لضخ الدم من القلب الى ايه؟ الى الرئه. أتمنى حاجة تكون فهمت اللي أنا قلته، ربنا يوفقكم. شفت سؤال تاني؟ يلا بينا. هنا بيسأل سؤال، اختر المسار المناسب لعودة الدم إلى الرئتين حتى يصل إلى الكلية كلها. الله، يوصل للكلية؟ آه يوصل للكلية. تمام، لو ركزت معايا هنا أهو لقينا الإجابة هي واحد اتنين سي. بص هو اللي هيوصل للكلية هيوصل دم فيه أكسجين، يعني هو دخل الغرفة هنا أهو، دخل عن طريق الوريد الرئوي، تم فيه أكسجين في الغرفة ده، هنا دخل عن طريق الغرفة هنا البطين الأيسر، وبعد كده بيروح للأورتي. الأورتي هتودي لكل الجسم بما فيها الكلية. احنا قلنا الكلام ده، قلنا ان هيودي الدم لكل الجسم، الكلية تبع الجسم ولا مش تبع الجسم؟ تبع الجسم. تمام، يبقى واحد اتنين ويطلع من ايه؟ من سين هنا اهو. اوكي، عن طريق الشريان الاول. نشوف سؤال تاني. لا كده تمام، الاسئلة خلصت وكده هنوصل لدرس الدم. هنتكلم عن درس الدم في فيديو خاص بيه المرة الجاية مع مستر وجيه المصري حبيب. حبيبكم خالص يا شباب، انا بحبكم خالص، ربنا يكرمكم، اتمنى تكونوا بخير. هندرس الدرس ده بالتفصيل. تمام، وهنشوف بعض الفيديوهات الخاصه بي وبعض الاسئله الجميله جدا 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 في امتحانات السنوات السابقه علي. اتمنى تكونوا بالف خير والف سلامه. اوكي، ربنا يكرمكم، ربنا معاكم، اتمنى لكم التوفيق والسداد. باي باي.